الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. سعد الله وقتكم بكل خير. حلقة ديال اليوم غادي نتكلموا فيها على عرس السملالية والجاسوس اللي سكنها. عرس السملالية كتبان اليوم مجمع سكني كله إسمنت مسلح وعدد من المتاجر والمقاهي، شارع عامر بالسيارات والحركة، وهذا ناتج على التطور اللي عرفته المدينة، تفقدت معاه الكثير من الأشياء الجميلة اللي كانت كتميز هذه العرصة ديال السملالية اللي كانت عامرة بالأشجار ديال الزيتون والنخيل. السملالية قبل ما تكون هكا كان لها ذكر في تاريخ المغرب الحديث، حيث كان نلقاو الدكتور حسن جلاب اللي يقول عليها معجم عرسي مدينة مراكش أن السملالية غرسها محمد بن عبد الله خارج باب تكالا وسيد بها قصر، وتوضع هذا القصر رهن إشارة سفير إسبانيا جورج جون بتاريخ 9 ماي 1767 ميلادية قبل دخوله لمراكش للاستراحة فيه. ونزل به الرحالة علي باي العباسي من ليحل المدينة في عهد مولاي سليمان، وتلاشى هذا القصر من بعد وتبنات في العرصة أحياء سكنية، في حين صدر كتاب آخر تحت عنوان علي باي العباسي مسيحي في مكة، ويحكي هذا الكتاب عن مغامرة جاسوس مزدوج الولاء لإسبانيا وفرنسا حل بالمغرب في بداية القرن 19. متنكر كان تحت صفة أمير عربي من سلالة الأسرة العباسية قصد التهيئة لاستعمار المغرب. كتضمن الكتاب تقارير ورسائل بعثها للمسؤولين الإسبان، ونجح الجاسوس في إقناع المسؤولين المغاربة وفي مقدمتهم السلطان مولاي سليمان، واستطاع يتوغل في دوائر النفوذ الملكي حينها وكسب ثقة السلطان ومعاونيه من وزراء ووجهاء وقياد للجيش، بل حتى الأعيان إلى حد طمع في قلبهم على الملك. وكيشير الكتاب أنه بعد لقائه بالسلطان مولاي سليمان باسم الأمير علي باي العباسي وتقديم هدايا ثمينة ليه جلبها معه من إسبانيا تتكون من عدد من الأسلحة الحديثة آنذاك ومجوهرات وشمسية ثمينة وعطور، استطاع يكسب الثقة دياله. وكانت المهمة الأساسية عنده بالطيارة المغربية هو الاستكشاف الجغرافي، حيث ظهر السلطان ومعاونيه بمعدات فلكية حضرها معاه، الشيء اللي خلى السلطان كيسهل تنقلته عبر المملكة، ضمن تحركاته في قافلة صغيرة تحت المظلة السلطانية اللي ما كيستخدمها سوى أبناء السلطان والإخوان دياله. ومن اللي التحق بالسلطان مولاي سليمان بمراكش منحو قصر جنان السملالية لإقامة فيه، وهي الواقعة اللي كيتحدث عليها الكاتب العراقي الدكتور عبد الله إبراهيم قائلا: وما إن التحق بالسلطان إلى مراكش حتى خصه بما لم يخص به أحدا من قبل، فقد منحه بمقتضى ظاهر سلطاني بيت استجمام خاص يسمى بالسملالية، وهي أرض واسعة مشجرة بالنخيل والزيتون، وخصص له بيتا كبيرا يسكن فيه. وبقى في الإقامة دياله بجنان السملالية كينجز المهمة اللي جاء من أجلها، وهي خلق شروط الاستياء الشعبي من السلطان، ويقوم هو بإقناع السلطان بطلب حماية الإسبان للتمهيد للاستعمار. وكان كيكتف تنقلته وكيجر أعوان السلطان اللي عنده من مختلف الأقاليم كمقدمة لتأليبهم ضده، حتى تكشفت الخطة دياله وترحل بالقوة من المغرب سنة 1805. وكان الاسم الحقيقي دياله هو دومينيكو فرانشيسكو باديا. أحبتي، حتى نتلقاو في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، كل التقدير والاحترام.